طبعا احنا التور، برج التور. برج التور احنا اليومين الجايين دول نعم، ولا نحن دخلنا حاليا، فيه؟ لا هو دخلنا في برج التور من 21 ابريل لغايه 20/5. هاي الفترة هي فترة برج التور. طبعا برج التور كان اول قبل التاريخ 21/4 كان وضعه الصحي تعبان قبل عيد ميلاده، كان ما فيش تنظيم اكل نوم، كان اموره ملخبطة شوي. هلا حاليا دخلت الشمس عنده شوي، تدريجيا بيسترجع عافيته والامور بتصير افضل، بس عليه الحذر بقى برج الجوزاء شوي، ينتبه بقى هلا على صحته وتنظيم اكله ونوم. وينتبه برج الجوزاء من الفتره كمان الوسواس القهري الفتره هاي، ما يخش في يعني افكار سيئه، اوهام مش هتكون مفيده. طبعا هي كلها وهم ما فيش له تاثيرات او ينوهم. انا بنصح برج الجوزاء مش ينوهم ولا اي يعني يفكر باي شيء. لكن التور الفتره اللي نحن فيها التور، الكوكب هو الزهره، كوكب برج التور، اللون بيناسبه الأزرق الأخضر الفيروزي، هي بيناسب برج التور. رقمه 6 الجوهر الزمرد اللي بتناسب برج التور. اليوم المناسب له يوم الجمعة. طبعا صفاته الإيجابية برج التور، هو بتحمل المسؤوليات وشاعر جدا، عاطفي لأن كوكب الزهرة فينوس، وعنده قوة العاطفة، المحافظة على التقاليد والتصرف العملي، في عنده الواقعية، الوفاء في التعامل، المثابرة، الصبر والهدوء، هدوء الأعصاب، عدم التهور في اتخاذ القرارات، يعني مش متهور برج التور. طبعا التور هو هادي جدا، وقت بسور صعب يهدى، ما حدش بيوقف قدامه. أما الصفات السلبية، هو عندي شوي برج التور، ومن نوع بحب التملك والماديات، يعني شوي بحب الماديات والتملك، في عنده الثرثرة شوي والنقاش الكتير، هاي كصفاته السلبية. طبعا هو أحيانا التور بيفكروه أحيانا ناس كتير أنه برج شوية بخيل، أو ممكن لا، هو بيدرسها صح، بيدرس خطواته صح حتى يضبط أموره المادية. أما الفترة الأولى اللي بيولد في العشرية الأولى أو في الدائرة الأولى من تاريخ 21/4 ل 30/4 بيكون بيتأثروا تأثير مزدوج من كوكب الزهرة. تمام. هم أكثر بيمنحهم الجمال والثبات، هم يعني عندهم الجمال والثبات بعواطفهم، ذو طبيعة مستقرة، بيحبوا الناس ويبدوا الإحسان واتجاه الصديق والقريب. الفترة العشرية الثانية بتبدأ من 1/5 لغاية 10/5، هم بتأثروا من كوكب عطارد والزهرة، عندهم قوة التفكير واليقظة والثبات. أما الفترة الدائرة الأخيرة من 11/5 ل 20/5، هم بيتأثروا من كوكب زحل والزهرة، ويمتازون بالصبر والمواظبة والاقتصاد والاستثمار الحذر، بيكونوا مستثمرين حذرين جدا. طبعا أفضل الدراسة لبرج التور الأفضل له كأحصاءات هو دراسة الجغرافيا وعلوم الأرض اللي بتناسب برج التور في الدراسة. واللي بيكره برج التور، اللي بيكرهه أكتر يعني التعرض للانتقاد بدون سبب، حد ينتقده بدون سبب بيكرهه جدا، وبيكره كمان الرد المتأخر أو التجاهل، واحد يتجاهله، هذا كتير بيكرهه برج التور. في الحب متملك عاطفي جدا بالنسبة لبرج التور. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.